هل تتصور بأن جمعية الحفص الخيرية والتي تتكفل برعاية الأسر المتعففة، مئات الأسر المتعففة في رقعة واسعة مترامية الأطراف حسب مجمعات التصنيف المصنفة مناطقيا، هل تتصور بأنها لا زالت تتنقل في شقق بالإيجار منذ 50 عام؟ 5 عقود مضت وتعاني الجمعية من التنقل في شقق، وذلك لعدم وجود مقر دائم مسجل باسمها، باسم الجمعية. لذلك نناشد المعنيين بتخصيص أرض مناسبة تلبي احتياجات المنطقة ومتطلبات عملها لتواصل النهوض بعملها الوطني والاجتماعي في خدمة الوطن العزيز وأهله الكرام.